إذن حلم صدارة النصر يصطدم بواقع الاتحاد في لقاء قوي حتى بالاحتكاكات التي وقف لها الحكم بالمرصاد. ورغم ما حدث في هذا اللقاء إلا أنه أعاد الكثير من المتعة لدوري المحترفين. النصر يبدأ بتنفيذ أهدافه عن طريق كرة محمد عيد التي عانقت شباك الاتحاد، وثلاث دقائق فقط كان فيها النصر متصدرا للدوري، لكن القائد محمد نور أعاد المباراة إلى نصابها من ركلة جزاء معادلة النتيجة لمصلحة فريقه. نهاية الشوط الأول كانت خاتمة للمشاحنات بين العالمي والمونديالي، وسباق الصدارة زرع الفتنة بالتأكيد بين الفريقين. الشوط الثاني يظهر الاتحاد قوته عبر نور، ويرد النصر بكراته الطولية باتجاه ريان بلال، لكن القوة العظمى ظهرت مع الروماني بيتري الذي سدد بكامل قوته في اتجاه المرمى الاتحادي استعصت على مبروك زايد. والتقدم النصراوي يتعرض لصدمة من قبل مهاجمه ريان بلال الذي لمس الكرة بيده داخل منطقة الجزاء، ويعود نور ويضع الكرة كهدف ثاني للاتحاد. 10 دقائق على نهاية المباراة وكرات متبادلة بين نور وهزازي، فيما اختتم هزازي مشوار اللقاء بالكرت الأحمر. ليبقى حال الصدارة كما هو عليه، الاتحاد أولا والنصر ثانيا، والمنافسة لم تنتهي حتى الآن. سألنا كابتن أمين دابو عن الأمور الفنية، خليني أسألك عن الأمور النفسية والأمور المعنوية للمباراة. الفريق النصراوي والفريق الاتحادي كأبو فارس دخلوا للمباراة برغبة قوية جدا، الاتحاد يريد أن يكسر خلينا نقول روتين التعادلات اللي قاعد يتكرر الفترة الأخيرة. النصر كان يرغب بقوة أن يكسب الاتحاد ويقدم نفسه بشكل رسمي منافس على بطولة الدوري، مباراة كان فيها شد عصبي من الطرفين، انتهت بالتعادل. أنا أعتقد أن المباراة هذه طبعا كانت أكيد لازم تظهر بنوع من الشد والتوتر بين الفريقين، لأنه فريق صاحب المركز الأول وصاحب المركز الثاني. الاتحاد زي ما ذكرت أنت هذه 5 تعادل له، والنصر بدأ العودة من جديد. المباراة كانت اليوم في شد، يعني كانت يعني فنيا كانت مباراة مدربين، لم نرى لمحات فنية كثيرة، رأينا التسديدات، مباراة تكتيكية من الدرجة الأولى. استطاع لاعبي النصر الصغار في السن اكتساب الخبرة وتثبيت أقدامهم في الملاعب، والشهادة على كذا اللاعب سعود حمود القادم بقوة لواجهة الكرة السعودية. كانت مباراة تستحق الانتظار بعد ما انتهت، يعني لما انتهت المباراة كانت تستحقها الانتظار من الجمهور. والله كانت أنا من وجهة نظري كانت مباراة شاملة، لا تشمل كرة القدم فقط، كانت تشمل المصارعة والملاكمة يعني زي يعني كانت مباراة مشدودة خصوصا من جانب الاتحادي. من عجبك من النصر؟ عطني لاعبين أو عطني 3 لاعبين من النصر. سعود حمود لا شك، ومحمد عيد، وعبد الله العزيز. عبد الله العزيز هذول الثلاثة الأبرز، يعني الأبرز في نجوم النصر. في الاتحاد؟ الاتحاد أنا بصراحة عجبني مشعل السعيد ومنافع بوشكير والبرازيلي باولو البرتغالي باولو. محمد نور كيف شفت أداء اليوم؟ محمد نور يعني كان تواجد مهم لفريق الاتحاد. محمد نور هذه مباريات محمد نور، يحب يبدأ قدام الجمهور، أضاع كثير من الفرص، سجل 2 ضربات جزاء. اللي كان يشد في المباراة أن النصر هو اللي كان يتقدم والاتحاد يتعادل معه. المباراة كانت مشدودة وكان فيها ضرب بدون كرة، ونتوقع هذه المباراة راح تضع لجنة الانضباط على المحك. ليش على المحك؟ اللقطات موجودة والنظام موجود ويأخذون قرارات، يعني مو كل شيء نشوفه بالنظام يطبق عليه. توجد حجج، دائما توجد حجج، وآخرها اللي حقت الجمهور بدون صوت. وش الجمهور بدون صوت؟ يوم الجمهور الأهلي رفع النقود في الملعب، حجة لجنة الانضباط ما اتخذنا أي شيء ضد جمهور الأهلي لأنه ما كان الصوت موجود. ما كان في صوت موجود. طيب، المباراة كانت مشدودة جدا اليوم، مشدودة بشكل كبير خصوصا من بعض لاعبي الخبرة في الاتحاد مثل المسعود والنصر. النصر كان يعني المباراة مشدودة ويلعبون الضغط على حامل الكرة. ما في لاعبين نصراويين كانوا شادين المباراة اليوم؟ في يعني لقطات راح نعرضها الحين. أنا أكثر من جانب الاتحاد وخصوصا سعود كريري. سعود كريري مع احترامي وتقديري للاعب هذا يقدم مستويات مميزة، لكن كان يستحق الطرد على الأقل مرتين في المباراة. عندك نايف هزازي
يعني فزازي هداف الدوري متصدر الدوري، لكن بدا يلجا للاسلوب يعني الضرب بدون كره، الشد، فاولات، تصريحات غير مسؤوله خارج الملعب. طيب خلينا نشوف اللقطات، يعني ابرز اللقطات اللي قدرنا يعني نجمعها من المباراه عشان ناخذ تعليق الضيوف عليها. هذه لقطه لمدافع النصر مكين مع كابتن نايف هزازي. الكابتن يعني تشوف اللقطه، يعني ضرب بدون كره، احنا راح نحسبها نجيبها على الطرفين اللي شوف اللاعب قاعد يشده، قاعد اللاعب يشده، ردت فعل ايش تسوي له؟ اللاعب يشدك قاعد. طيب وهذه اللقطه للكابتن سعود حمود مع لاعبي الاتحاد، وهذه طبعا احتسب فيها الحكم سعود حمود. سعود حمود اليوم كان بطل المباراه، تلقى من الضرب ما لم يتلقاه عنتر. طبعا في لقطات اللي تعتبر لقطات العاديه، يعني الاحتكاكات العاديه البسيطه اللي على الكره واللي امام الحكم، يعني هو الغريب اللي كان موجود اليوم. وناخذ بعد تعليق كابتن امين. يا كابتن اذا تشاركنا في الاراء، يعني في لقطه احنا كانت في اخر اللقطات اللي جمعناها للكابتن حسين عبد الغني ومنفعل جدا وهو يجري في وسط الملعب، كانت معبره عن الوضع اللي داخل المباراه. كل الكل كان يركض في الملعب مشدود اليوم. طيب عندنا موضوع ثاني راح نتكلم عنه واحنا نتفرج على المباراه. طلع في شوف هذه اللقطه يا كابتن. عفوا، واحنا نتفرج على المباراه في ساعه الملعب ظهر انه عدد حضور المباراه 14200. طبعا ساعه الاستاد الامير فيصل بن فهد ما يقارب ال 23000. لما نقول 14200 من 23000 يعني تقريبا في 9000 مقعد فاضي. 9000 مقعد فاضي من 24 يعني تقريبا 40% من الطاقه الاستيعابيه للملعب. الصور اللي راح نعرضها الان للملعب لا يمكن يكون، يعني مو معقول هذه الصور تقول انه في 40% من الملعب فاضي. 40% من الملعب يعني نصف الملعب المفروض يكون فاضي، صح ولا لا ابو فارس؟ يعني بقول 40% معناته نصف الملعب فاضي. فالسؤال اللي يظهر الان بشكل كبير، الارقام هذه اللي تطلع على الشاشه مين اللي قاعد يحددها؟ وهل هي فعلا تعبر عن واقع المباراه؟ انا اذكر في مباراه الموسم الماضي يبدو لي الهلال والاهلي كان في نهائي كاس ولي العهد. نعم. اللي كسبوا الهلال. نعم. احتجت بعض الجماهير الهلاليه ايضا على الرقم اللي ظهر على ساعه الملعب وانه لا يعبر ابدا عن واقع الملعب، انه كان يتكلم حدود تقريبا 18 الى 20000 مقعد فاضي، والملعب لما تطالع فيه يعني تشك انه في 5000 مقعد فاضي. خليني اقول لك، يعني ال 14290 اللي اعلنوها هي عدد التذاكر المباعه وليس عدد حضور الملعب. ما فهمت عليك يا فارس، والله ما فهمت. عدد التذاكر المباعه بمعنى ان هناك اناس يدخلون الملعب بدون تذاكر. هذه انت تتوقعها ولا انت تعرف؟ انا والله شوف انا اقول انت لك، شفت هالشيء في يوم من الايام. انا اشتغلت 13 سنه امين صندوق في نادي النصر، وكانت مهمتنا مراقبه المسؤولين عن دخول الملعب. ايوه. فتعرف اعرف فلان ادخل لي خمسه معي بدون تذكره، هذه حلها في التذكره الالكترونيه اذا طبقت. يعني انت تبغى تقول انه في الملعب الان اللي موجودين اليوم في مجموعه من الناس دخلت، يعني نقدر نقول في حدود الخمسة 6000 7000 واحد أتوقع دخلوا اليوم أتوقع بدون تذاكر؟ أتوقع كذا. أنا أقول لك الأرقام المعلنة هي عدد التذاكر المباعة. والله هذه معلومة يعني تخوف. نعم. شوي صراحة. نعم. إذا كان عندنا في دوري محترفين عندنا 5000 مقعد يدخلون بشكل. نعم. مجاني. نعم. أو يدخلون يعني بهالطريقة، إذا يعني كان فعلا الرقم اللي طلع اليوم هو فقط رقم مثل ما قال أبو فارس، رقم التذاكر المباعة. نعم. لأن الملعب مستحيل يكون ال 40% 80% من الملعب مفروض يكون يعني على الأقل 20000. يعني اليوم اللي شفناه لا يمكن نقول على اللي شفناه في الملعب أنه 40% فاضي، وأيضا في مباراة الهلال والأهلي لا يمكن نقول 15 و16 ألف مقعد فاضي. فمعناته أنه في، إذا كانت هذه فعلا الرقم الذي ظهر هو رقم التذاكر المباعة، معقولة إذا يكون في 6 و7 ألاف مقعد دخلوا بشكل مجاني في دوري زين السعودي للمحترفين؟ إذا هذه المعلومة صحيحة فهذه الحقيقة كارثة في حق الأندية يعني وحق المداخيل. يعني هي إضافة للوضع السيء للملاعب السعودية، يعني أحد الأشياء اللي تندرج في ضمن سلبيات الملاعب السعودية.
الملاعب السعودية لا لا احنا تطرقنا لها اكثر من مرة، يعني لا بيئة طاردة للحضور وليست جاذبة للحضور. انت لما تروح الملعب يعني انت لازم تحسب حسابك 3 ساعات من معاناة، لا خدمات، احيانا اهانات عند التفتيش، يعني عند نقاط التفتيش. انا صراحه يعني بعض الاحيان اضطر اروح اخذ الاولاد نروح يفتشونك ويتلمسون اماكن حساسه، وحتى لو كنت رجل كبير يعني تضطر انت ما تروح الملعب. بس ترى بعد يعني شوف خلنا أقول لك يا فارس عشان إحنا كمان نكون متوازنين، نعم. ما نكون عاطفيين ولا مندفعين ضد، يعني حتى النواحي الأمنية مهمة. أنت تشوف بعض المباريات مثل ما نذكر مهندس سلمان نامشان، يعني نتمنى له إن شاء الله الشفاء العاجل، في لقطات كثيرة كان الرجل يحضر الكاميرات لتصوير بعض المشجعين اللي يدخل بسكين. ما اختلفنا بس أنت المراهق، ما اختلفنا المراهق، لكن رجل كبير في الأربعينات والخمسينات تجي تفتش أماكن حساسة في جسمه، هذا لا يجوز. وأنا أقول لك لي تجربة ودخلت في مشادة مع العسكري، يعني يجب أن يكون في نوع من الاحترام للناس. الحضور الجماهيري، الحضور الجماهيري هذا جاي إذا كان شاب صغير جاي مستقطب من مصروفه جاي يحضر المباراة، إذا كان رجل متابع للكرة يقول لك أنا ليش أروح الملعب، أنا خليني أقعد في بيتي أشرب شاي وهذه ولا. فلذلك البيئة الملاعب السعودية مع احترامي لكل ما يقال هي بيئة طاردة للحضور الجماهيري. عموما يعني هذا الموضوع اللي انت قلت لنا اياه اليوم اذا كان الكلام هذا صحيح ونضمه الى موضوع السوق السوداء اللي صرح فيه الامير عبد الرحمن بن مساعد سابقا وتكلم انه يعاني في، يعني رئيس نادي وقاعد يعاني في تذاكر التذاكر المنصة اللي مثلا يبغى يجامل فيها ويهدي فيها احد يقول ما القاها قاعد صحيح وتباع في السوق السوداء، والحين عندنا مقاعد بالالاف قاعده مثل ما ذكر ابو فارس يدخلون بلاش. فاصل قصير بعده نعود لمواصلة الحديث.